بسم الله والحمد لله. نواصل كلامنا عن الرماديين والزيطان، الشياطين منهم على كل حال، والله أعلم. سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: إن يتبعون إلا شيطانا مريدا. هؤلاء الشياطين الذين يدخلون جسد الإنسان بعد تصغير أحجامهم، لا يطيقون ترددات تلاوات القرآن الكريم والرقية الشرعية، فهم يخرجون من الجسد بسبب تلك الموجات الربانية، وهم لهم قلوب تتقلب تحمل الضغينة أو الحب. فالواحد منهم الرمادي، الرماديين الذين يتناسلون على كل حال، والذين لا يتناسلون هم الخدام أو التابيع، يسمى التابع، التابع أو التابع. قد تعجبه امرأة من الإنس فيعشقها ويتحمل الكثير من الصعاب ولا يخرج من جسدها، وذلك ما يسمى بعشق الجن المستعصي. وقد يخرج هذا الرمادي بسبب الأدوية الكيميائية التي يتناولها المريض، وقد يخرج من جسد الإنسان بسبب بعض الكهان والسحرة الذين يستعينون بجنس آخر من الجن، ربما الأطياف الذين هم مثل الأشباح أو جنس آخر مهم يستطيع الدخول والخروج إلى جسد الإنسان. الذين يدخلونهم كذلك إلى هذا الجسد لمطاردة ذلك الرمادي، فتحصل اشتباكات عنيفة وقتال رهيب في جسد المريض. وهذه الروايات تحكى عن انفجارات يحس بها المسكون، خصوصا على مستوى البطن، وقد يتأدى الرمادي من تلاوة القرآن عليه فينزل إلى البطن ويطلق مواد كيميائية تثير القيء، فيتقيأ المريض ويخرج هو كذلك مع القيء، وينتهي مفعول السحر والمس، والله أعلم. الرماديون وعمليات اختطاف الأطفال. فصل: في قوله تعالى في سورة وجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، هذا عن الأنبياء والله أعلم، أي أنهم ليسوا مثل هؤلاء الكينونات، لم يجعلهم الله لا يأكلون الطعام، ولم يجعلهم طول العمر مثل هؤلاء، جسدا لا يأكلون الطعام مثل الرمادين والله أعلم. فليس لهم جهاز هضمي هذه الكينونات، وهذا بما تسرده التقارير الطبية، وقد شرحنا ذلك، وهذا ما تثبته تحاليل بعد التشريح لهذه الهويات، قد ذكرناه. لما لا يأكلون في التغذية عن طريق امتصاص الأنزيمات التي في المواد المخاطية والدماء عن طريق الجلد ودهنها على الجلد، الله أعلم. قال الله تعالى استغفر الله: واختلف الناس هل يدخل مسلم الجن الجنة، فقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. وقال مجاهد عن الجن: يدخلونها ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربون. يلهمهم الله من التسبيح والتقديس ما يجد أهل الجنة من لذيذ الطعام والشراب، فهم في هذه الحياة الدنيا لا يأكلون ويشربون، والإنسان يأكل ويشرب. فأما الإنسان إذا دخل الجنة سيأكل ويشرب من الجنة، هم كذلك سيبقون على طبيعتهم لا يأكلون ولا يشربون، سبحان الله. فصل: طريقة التغذية الرماديين وأكلهم. الرماديون يتغذون على الأغشية المخاطية التي يجمعونها من اللسان وأمعاء وأعين الحيوانات التي يقتلونها، كذلك من الدماء، وهم لا يتغذون عن طريق الفم بل عن طريق الجلد قلنا. فصل: في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة البقرة الآية 13. الرماديون يعتبرون البشر مخلوقات غير متطورة، سفيهة، ديغاس انفيريور، متخلفة، ديزاتر نون ايفولوي، ولكن في الحقيقة هم السفهاء الغير المتطورين، وذلك لأنهم لا يملكون مشاعر مثلنا وأحاسيس وحرية الاختيار. pas de libre arbitre, pas de sentiment. ولا بد لهم من التطور والتعلم للوصول إلى هذه المرتبة التي
ووصل إليها الإنسان البشري ابن آدم الذي أسجد الله تعالى له من أسجد سجود إجلال لا عبادة، وذلك أنهم هم السفهاء ولكنهم لا يعلمون، وقد باعوا أنفسهم إلى الظلاميين الكافرين الذين صار إبليس من بعضهم فكان من الكافرين من للتبعيض، فكان من بعض الكافرين بعد أن رفض السجود، واشتروا الضلال بالهدى واشتروا العذاب بالمغفرة، فما ربحت تجارتهم وأمضوا العقود والعهود التي توثق ذلك بطيب نفس منهم والله أعلم، فخضعوا لعملية جراحية معينة يختم فيها على قلوبهم بأجهزة وأقفال دقيقة الصغر، فلا يصل بسبب ذلك صوت الحق والندم إلى الأبد إلى قلوبهم، ختم الله على قلوبهم فهم لا يرجعون إلى الحق، ميؤوس من إيمانهم، سواء دعوتهم أم لم تدعوهم لا يؤمنون. قلوب قالوا قلوبنا غلف، وفي مكان آخر قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وعلى أبصارهم غشاوة توضع يقال للرؤية الليلية، لكنها كذلك لتشويه الحقائق، فالواحد منهم لا يرى إلا ما